الوطن حق، لذلك هو الأجمل. ومهما ابتعدت قدماك يظل القلب ثابتاً لا يتزحزح، وأنت تملك هواءه وسماءه، تملك الوديان والجبال والسهول وكل الشجر، فدون الوطن من ينافس؟ تقع منطقة الشلاتين وحلايب أقصى جنوب شرقي مصر، يبلغ عدد السكان 35,000 نسمة، يعيشون في نحو 20,000 كيلومتر مربع. ترجع أصولهم إلى قبيلتي العببدة والبشارية، اللتين تفرعت عنهما عائلات عديدة حافظت على انتمائها القبلي وجذوره. هي الشلاتين وحلايب، قطعة من أرض وحق وأهل وعزة نسيناهم كثيرا. تتعدد مواردها الطبيعية بين موارد بشرية تتمثل في قبائل محلية، آثار فرعونية ورسومات قديمة تمثل الموارد الثقافية، موارد طبيعية، حياة برية ونباتات طبية، إضافة إلى محمية جبل علبة التي تعد من أهم المحميات في مصر، وأبار مياه، عيون، ومسافة 210 كيلومترات تمتد على ساحل البحر الأحمر. منطقة الشلاتين وحلايب تعد إضافة إلى كل ما سبق من أغنى الأراضي بثرواتها المعدنية. ظلت تلك الثروات الغنية على حالها دون أن تكتشف أو تستثمر، إلا أن بداية جديدة يجب أن تأتي وإن تأخرت، ليبدأ طريق الإنجاز بفكرة. فكرة لشباب متطوعين وإعلاميين وشخصيات عامة وغيرهم أدركوا أن التعمير مرادف الأمن والاستقرار، وأن حفظ الأرض لن يأتي إلا بحفظ ثرواتها. آمنوا بأن من قال لا كرامة لنبي في وطنه أخطأ، فأنت لن تستشعر حبا وودا ودفءا وطمأنينة إلا في شوارعك وعلى أرضك. حين بدلت مصر ثيابها وبدأت نهاراً لن تغيب شمسه بإذن الله، كانت شريكة في الحلم والفكرة. خصصت الدولة 764.2 مليون جنيه لتنمية شاملة لمنطقة الشلاتين حلايب، لتكون على مرحلتين. المرحلة الأولى 340 مليون جنيه، على أن تنتهي أعمالها في 30 من يونيو من العام الجاري 2014. المرحلة الثانية 414 مليون جنيه، والتي من المفترض أن تبدأ أعمالها في الأول من يوليو من العام الجاري 2014. لن تدخل المسافة والأبعاد في حسابات ومعادلات أولويات العمل، وسيجري النيل في مصر كلها، سيصل حدودها، وحتى يتحقق سنعمل جميعاً. فبالعمل تحيا الشعوب.